السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيل. نحييكم ضمن فعاليات هذا السباق المحلي الخامس من مرحلته الأولى، وفي آخر أيام هذه المرحلة الأولى ننقل لكم وعلى الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية وقنوات الدوري والكاس والقنوات الناقلة أحداث ومجريات هذا السباق المحل الخامس هنا على أرضية ميدان الشحانية، كما تنطلق منافسات ميدان البصير الخاصة لسن الجداع هناك في الدورة الشمالية. لهجن أبناء القبائل نتمنى التوفيق إن شاء الله للمشاركين هنا وهناك. برنامجنا المسائي لهذه الليلة هو عبارة عن إقامة 13 شوط، هذا هو أولها على الهواء مباشرة. يستعد هذا الشوط للانطلاق، هذا الشوط خاص بالجداع البكار، الشوط الأول الرئيسي المفتوح. تشارك في هذا الشوط ما يقارب 16 بكرة، وهكذا ينطلق مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. هذا الشوط الأول الرئيسي بمشاركة راهية لهجن الغرافة، فتنة لهجن المرقاب، حزم المرخية من هجن المرخية، العسرة لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبرال ثاني، غيم وعالية وخطورة وقمرة لهجن الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، مغثة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم آل عبد الرحمن آل ثاني، شعلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني، عجايب للغرافة، الدوحة لهجن الشحانية، الواعية وتنويه وسراء وسرب وودان أيضا من هجن الشحانية. هذه الأسماء المتواجدة في هذا الشوط الأول الرئيسي. السؤال: إلى أين سيتجه ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي؟ أقوى أشواط الجداع لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، شوطنا المفتوح، شوطنا القوي، شوطنا الناري، شوطنا الاستثنائي. إلى أين تتجه بوصلة هذا الشوط القمة؟ الاتجاه مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، عالية على المركز الأول، عالية على صدارة الشوط من هجن الشحانية. يضمر عالية المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما الدور دور المركز الثاني، وصلت فتنة على المركز الثاني لهجن المرقاب، يضمر فتنة المضمر الماهر سعود بن علي بالوحوش الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم الواعية لهجن الشحانية، يضمر الواعية المضمر الذهبي سالم بن فاران، من أبدع وأمتع في يوم اللقاية عندما أتى بالمركزين الأول والثاني لهجن الشحانية وتحت إدارة أبو جابر. نذكر في ذلك اليوم في يوم اللقاية رئيسي اللقاية كان مع المضمر الذهبي سالم بن فاران ومع المركزين الأول والثاني. هل يتكرر السيناريو؟ هذا ما يتمنى أبو جابر الليلة. المركز الرابع، تتقدم وتتحرك خطورة لهجن الشحانية، يضمر خطورة المشاغب محمد بن خالد العطية على المركز الرابع. النقلة التالية إلى المركز الخامس، ومن تتقدم حزم المرخية تتقدم على المركز الخامس، تابعة لهجن المرخية، يضمر حزم المرخية المضمر محمد بن حميد بن ركان بن جيم الوهيبي، أحد الشباب المميزين والبارزين في هذا المجال. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى عالية، عالية المقام، عالية بشكلها الفنان تسيطر على المركز الأول. ركز يا أبو خالد، فالتركيز مطلوب. معركة المضمرين الليلة، معركة المضمرين الماهر والمشاغب على المركزين الأول والثاني بشعارات مؤسسات هدني أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. وهذا الموسم استثنائي، هذا الموسم مولع يا مضمرين، مولع يا مضمرين. وبدأ هذا الشوط بارتفاع
حرارة وارتفاع درجة حرارة هذا الشوط في وقت مبكر من خلال انطلاقة عالية وملاحقة فتنة من هجن المرقاب لعالية المركز الثالث اللي أخذت تقترب من الثنتين. وصلت الواعية من هجن الشحانية يضمر الواعية المضمر الذهبي سالم بن فاران، هجن الشحانية وهجن المرقاب وجها لوجه في معركة مسائية الليلة في هذا الشوط الملتهب، في هذا الشوط الملتهب. يا سلام، ما زالت الصدارة شحانية مع عالية، مع عالية لهجن الشحانية يقدمها محمد بن خالد العطية، ولكن عالية تواجه ضغوط الليلة كبيرة، تواجه ضغوط الليلة صعبة من خلال انطلاقة فتنة وضغط فتنة على المقدمة، فتنة من هجن المرقاب يضمنها سعود بن علي بالوحوش الوهيبي يتابع ويمارس الضغط على عالية من خلال تقديمه لفتنة اللي على المركز الثاني، وتبحث الليلة عن نقطة رئيسية تسجل لمن من هذه المؤسسات عالية على المركز الثالث من هي أو هنا الواعي على المركز الثالث من هجن الشحانية نضمر الذهبي سالم بن فاران. سالم بن فاران راعي شوط اللقاية المفتوح اللي خطف المركزين الأول والثاني، الليلة حاضر مع الجداع المركز الرابع تتقدم فيه وتنطلق حاملة الرقم 7 اسمها خطورة من هجن الشحانية، يضمر خطورة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس يتدخل سرب، أول نداء لسرب من هجن الشحانية مضمر سالم بن فاران، وخطيرة سرب من خلال هذا الانطلاق غيرت سرب وانتقلت من الخامس إلى الرابع مباشرة تبغي المركز الأول سرب، مكانها هناك قدام موقعها في الصدارة سرب. الله يا سلام، هذه سرب على المركز الرابع من هجن الشحانية مضمر الذهبي سالم بن فاران. المركز الخامس يتدخل اسم جديد، دخلت ودان إلى دائرة النداء، إلى دائرة النداء ودان هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. وهذه نتيجتنا أيها الأعزاء، الشعار الغرفاوي بدوره يقترب، بدوره يشعل المنافسة مع انطلاقة عجائب مع الشعار الغرفاوي مع المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي، والشحانية قادمة مع تنويه أيضا على المركز تقترب من دائرة النداء بقيادة سالم بن فاران. وصلت الأسماء، وصل المضمرين، وصلت الهجن المرشحة لانتزاع ناموس الشوط. ما زالت عالية على المركز الأول، عالية المقام، حافظ يا أبو خالد على مقدمة عالية، حافظ على المركز الأول، بينما فتنة هجن المرقاب مع المركز الثاني، مع المركز الثاني لهجن المرقاب تتقدم فتنة بقيادة سعود بن علي بالوحوش الوهيبي. يلا يا بالوحوش، يلا يا بالوحوش، كيلو وين عن خط النهاية. المركز الثالث تنطلق فيه الواعية، الواعية الواعية الواعية، شحاني هذا الشوط ولا مرقابي ولا الهجن المرقاب ولا غرفاوي ولا لمن من هؤلاء المضمرين العمالقة. بدأت الأسماء بالاقتراب بعضها من بعض وبدأت ترتفع وتيرة حرارة هذا الشوط. في هذه الأثناء ما زالت عالية المقام في المقدمة في الصدارة، عالية يا عالية، عالية يا أبو خالد، يا أبو خالد عالية موقعها الصحيح، ما زالت تحافظ رغم الضغوط التي واجهتها من بداية هذا الشوط، ما زالت مصدرة عالية على المركز الأول، شحاني هذا الشوط حتى هذه اللحظات من خلال ما أرى بالعين المجردة هجوم شحاني عنيف، هجوم شحاني عنيف يشن في هذه اللحظات على المركز الثاني والثالث والرابع والخامس. وصلت هجن الشحانية بمختلف مضمرينها. الله يا سلام، ما زالت عالية على المركز الأول، عالية على صدارة الشوط من هجن الشحانية. تجر الشوط وتواصل عالية، تجر الشوط وتواصل 1200 متر يقودها في التضمير أحد شبابنا البارزين محمد بن خالد العطية، مضمن أطلق عليه المشاغب بحركاته ومثل هذه الحركات لقبه بالمشاغب، يشاغب في هذا الشوط وفي الأشواط الرئيسية. الله، سحبت الشوط بشعار سحابة، بشعار سحابة سحبت هذا الشوط الرئيسي. عالية 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 تفتتح الكيلو مثل الأخير، سلام يا عالية سلام، غادرت عالية، غادرت عالية بناموس الشوط على ما يبدو، على ما يبدو. عالية يا عالية سلام، يا عالية سلام، سلام يا عالية سلام على هذا الأداء، على هذا التميز، على هذا التفوق. عالية خلاص قفلت الشوط، تنويه
المركز الثاني من هجن الشحانية مع سالم فران، ولكن عالية تستاهل النداء، تستاهل الإذاعة. قامت راس وانهت الشوط، راس عالية، عالية المقام، عالية المقام، عالية المستوى. الفنان عصاها بدون أي أوامر، العصا بالإبطال ما أصبرت عليها الأوامر، هذه تنطلق عالية لتنتزع الشوط المفتوح. قامت راس وانهت هذا الشوط، راس. أشكرك يا أبو خالد، الله عليك يا أبو خالد وعلى هذه المواسير التي وصلت إليها عالية. بسم الله عليها، بسم الله عليها. عالية راعية هذا الشوط الأول الرئيسي، وانتظروها إن شاء الله في أشواط الرموز في المهرجانات القادمة، نجمة من نجوم الشعار الأدعم، من نجوم شعار هجن الشحانية. وسلام يا هجن الشحانية، سلام، سلام يا الأدعم، سلام. تهانينا والناموس لجماهير الأدعم، لمحبين هذا الشعار. واشكرك يا أبو خالد محمد بن خالد العطية على هذه المواصيل التي وصلت إليها عالية بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات، تنتزع الشوط المفتوح. قامت راس وانهت هذا الشوط، راس. المركز الثاني تنويه لهجن الشحانية مع سالم بن فاران. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت غيم لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت الدوحة لهجن الشحانية مع سالم بن فاران. بينما المركز الخامس، المركز الخامس وصلت سرب من هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز المستحق. وعالية قامت راس وقدمت مستوى وآداء كبيرين في هذا الشوط الأول الرئيسي، وجهد يذكر ويشكر لعالية في هذا الشوط الأول الرئيسي المفتوح. أقوى أشواط الجداع الليلة يذهب مع هجن الشحانية ومع عالية ومع المضمر محمد بن خالد العطية. شوف التوقيت، شوف التوقيت الحدد اللي سجل في هذا السباق المحلي، ما شاء الله تبارك الله، بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات. التوقيت هو 9:04:15. تهانينا والناموس على هذا المستوى وعلى هذا التوقيت لهجن الشحانية وللمضمر المشاقب محمد بن خالد العطية. توقيتها مميز وصعب في مثل هذه المسافات. المركز الثاني 9:08:32 هو توقيت تنويه. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت غيم في المركز الثالث، قطعت المسافة في 9:14:80. تهاني والناموس لهجن الشحانية على فوز غيم.